مهرجان جديد من نوعه جذب أنظار العالم لتلك البقعة الغالية من أرض الوطن بعد تطهيرها من الألغام، وها هي اليوم تنعم بالأمن ويتردد صدى الفن والرياضة في سمائها. وتواصلت الفعاليات والمسابقات الفنية والرياضية خلال المهرجان منذ 13 من يوليو الماضي. وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد من العالمين الجديدة. رامي، بعد التحية، صف لنا الفعاليات التي قامت بها مدينة العالمين الجديدة في الأيام الماضية وأيضا فعاليات اليوم. تحياتي لك ولكل متابعينا، ونحن نتحدث عن هذه اللوحة الفنية الموسيقية الرياضية والثقافية التي أتت تحت شعار كبير، وهو فعالية كبيرة والأضخم في الشرق الأوسط، مهرجان العالم عالمين. هذا المهرجان الذي أدى إلى انطباعات كثيرة وكبيرة حول مدينة العالمين، والتي تحولت من مدينة للألغام إلى مدينة الآن ساحلية، مدينة سياحية كبيرة جاذبة لمختلف الأعمار وأيضا لمختلف الجمهور والزوار من كافة أنحاء العالم، وأيضا من خلال المشاركة في هذه الأنشطة المختلفة مع تواصل أيضا عدد من الفعاليات والحفلات الغنائية على مسرح منطقة العالمين أرينا مع كبار وأشهر نجوم الغناء في مصر وأيضا العالم العربي. وإذا تحدثنا أيضا عن الأنشطة المختلفة التي أتى بها مهرجان العالم عالمين وأدت إلى انطباعات مختلفة لدى الجمهور من خلال حديثنا مع عدد كبير منهم حول الانطباعات بمدينة العالمين الجديدة وأيضا المنشآت المتواجدة بها والأماكن الساحلية بها والأجواء بها، أيضا الأنشطة المختلفة والفعاليات المتنوعة بمهرجان العالم عالمين سواء رياضية على رمال وشواطئ مدينة العالمين الجديدة أو أيضا من خلال الحفلات الغنائية، مهرجان الدراما، وأيضا العديد من العروض سواء العروض الترفيهية أو الموسيقية والغنائية المستمرة على مسارح مدينة العالمين، وأيضا بعدد من المناطق المختلفة. الشواطئ استقبلت العديد من الأنشطة والرياضات والمنافسات ومشاركة كبيرة على مدار أكثر من 50 يوم. نتحدث عن مهرجان هو الأضخم في الشرق الأوسط، ويستهدف من خلال هذه الفعاليات المختلفة أن يكون زوار مدينة العالمين أكثر من 1 مليون زائر. وأيضا خلال السنوات المقبلة من خلال هذا المهرجان الذي ولد كبيرا يستهدف أن يكون هناك أكثر من 4 ملايين من الزوار يأتون إلى مدينة العالمين الجديدة للمشاركة ومتابعة هذه الفعاليات والأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية المختلفة. هذه اللوحة المستمرة التي رسمها مهرجان العالم عالمين بمدينة العالمين الجديدة وجعلها من أكبر ومن أشهر المواقع السياحية والجاذبة لكل الزوار في مدينة العالمين الجديدة. أعود إليكم. شكرا الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من داخل مدينة العالمين الجديدة، شكرا جزيلا لك.